الفقرة الثانية إن شاء الله معانا خبيرة الأبراج أستاذة منى أحمد. علم الأبراج أو علم الفلك عرفوه الشعوب العربية، صح؟ طيب، علم الأبراج ده هو علم قديم زي ما احنا عارفينه، وهو بيربط ما بين الفضاء والطبيعة. طيب تمام. كمان إيه البعض بقى، معلش، بيقول عن علم الأبراج ده إن هو دجل أو تدجيل. البعض الآخر لا، بيقول إن ده علم ذات أهمية كبيرة. في النهاية هو جامعة للفن والعلم في آن واحد. هنعرف أكتر مع حضرتك عن علم الفلك وعلم الأبراج، وأستاذ محمود هيتفضل يسأل حضرتك السؤال الأول. اتفضل. منى، احنا يعني دايما بتلاقي كلنا لما بنسمع عن الابراج دي يقول لك ايه الابراج ايه، وبيضحكوا علينا ده دجل وشعوذه، ومفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني مع العلم انه ده فعلا علم حقيقي، وفي ناس ما بتخرجش من بيوتها الا لما بتيجي تقرا كده في الجريده حظك اليوم. ما بين بقى هذا وذاك، يعني بتشوفي علم الابراج دوت وتقولي ايه للناس اللي شايفين ان العلم ده مجرد خرافه؟ يعني مش خرافه خالص، يعني فلك حسابات فلكيه، وده من قديم الزمان، لان كان كل حاجه عندهم بالحساب الفلكي، والحساب الفلكي عندي بالطرح والاسم والجمع، وبنقدر نعرف البرج الروحاني بتاع الشخص ده. ما ينفعش مثلا انا اكون برج الاسد وحضرتك مثلا برج الاسد، واحنا الاثنين اسد ونبقى زي بعض، مستحيل. حتى لو احنا توأم خارجين من الام واحده وخارجين من بطن واحده، ما نبقاش زي بعض ابدا. ما نبقاش زي بعض في الصفات، في الصفات الطباع، ممكن في الشكل بس، لكن في الصفات مستحيل. زي البصمه، كل واحد ليه البصمه بتاعته. كذلك من الحساب الفلكي بقدر اعرف الشخصيه دي مريضه نفسي، سويه نفسي، اقدر اتعامل معاها ازاي، وده بيساعدني. مش حكايه ان الاثنين بس كارتباط، الاثنين في الطبيعه، ازاي انا مع اصحابي، مع اخواتي، مع الام، مع الاب كده. انت بتبقي عارفه صفات كل برج، ايوه كويس، أيوة. ومن خلالها بتقدري تقيسي بقدر اعرف طبيعه العلاقه الشخصيه دي ايه، الغلط ولا الشخص اللي بتسال عليه. ودايما اقول لها غيري من نفسك كذا، طب الشخص اللي معاكي فيه طبع كذا، يا ترى لو انت عملتي كذا ممكن تساعدي نفسك اللي انت عارفه تتفاهمي معاه، فنوصل الاثنين لبعض. يعني الصفات دي بتبقى ثابته، يعني أيوة. الصفات بتبقي عارفه انه مثلا برج الاسد برج عصبي مثلا جدا جدا. طب ما تكلميني شويه عن برج الاسد بقى. برج الاسد لو احنا قلنا في العشريه الاولى من يوم 23/7، العشريه الاولانيه دي في برج الاسد دايما معاها سرطان اسد، بتبقى عندها شفافيه، عندها حاسه، دايما يقول لك انا حاسس ان هيحصل كذا، وفعلا بيحصل كذا، سبحان الله. لان يعني يبقى عنده الشفافيه عاليه من يوم 20 23، عندي في اي برج بيبقى عندهم الشفافيه عالية جدا. تمام. وسبحان الله عندهم مهما حصل عندهم عناية أهلية من عند الله، بتلاقيهم طلعوا من أي مشكلة هم عندهم، سبحان الله، رغم إنها بتضيق بتضيق، وساعات مرة واحدة تقوم إيه فكة معاهم، بيستغربوا، لأن هو معاهم العشرية الأولى اللي هو النجم بتاعهم، بيبقى نجم لامع، وسبحان الله مهما حصل العشرية اللي هي الأولى دي بتبقى من عند الله. العشرية الأولى دي اللي هي أول 10 أيام من الشهر، اللي هو أو من 23 مثلا لحد اللي هي احنا بنقول عليها العشر، لكن هي بالظبط من 20 23، 3 ايام، 20 21 22 الرابع يوم اللي هو 24، لكن هم دول احنا بنقول عليها العشريه الاولى، لكن الاخص ال 20 21 و22 و23 من كل شهر. تمام. وخصوصا في الاسد. منى، هستأذنك بس نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني مشاهدينا.